عزيزي المشاهد اهلا وسهلا بك في حلقه جديده من برنامج مدرسه اللاهوت. كنا نتكلم سابقا عن مصداقيه الاسفار المقدسه بتاثير الروح القدس، الروح القدس يؤثر او يعطي مصداقيه الاسفار المقدسه لانها كلمه الله وموحى بها بالروح القدس. والحقيقه منعا للتكرار احنا كنا ببساطه ناخد كده على السريع كنا بنتكلم ان الكلمه والروح ينتميان كل منهما الآخر بالانفصال وحتى الكلام عن المسيح والناموس أنه آه الناموس كان غايته في الآخر أنه هيجي المسيح وفي كرونسوس الثانية ثلاثة ستة الذي جعلنا كفاء بكبول الرسول بيتكلم إن هم يعني الناس لهم الكفاءة الله جعلهم لهم كانوا كفاء لأن نكون قدام عهدا جديدا لا الحرف بل بالروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي، فالروح القدس هو الذي يعطي القوة للكلمة أو يعطي المصداقية للكلمة. وفي ارميا كان في نبوة عن العهد الجديد ارميا 31: 33 اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها علوق قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. هنا نبوة في العهد القديم في ارميا عن العهد الجديد الحقيقه انه الحرف ميت لكن و... والناموس لوحده يقتل لكن عند... يعني عندما يقتل يفصلونه عن نعمه المسيح فالحقيقه ان احنا في نعمه المسيح بنعيش ما هو اعلى واسمى من مجرد الناموس الحرفي لانه المسيح في موعظة على الجبل أعطى البعد والعمق الروحي لنفس الوصايا لكن الحقيقة أنه لما بنكتفي بأنه نسمع الكلام من غير ما يلمس القلب ما بيكونش ليه تأثير الحقيقة لابد أن يكون التأثير بختم الروح القدس على القلوب الحقيقة أنه الكلمة المقدسة عندما نتناولها تعطينا تأكيد أن المسيح هو كلمة الحياة في تيموساوس آه عفوا في فيليبي 2 الايه 16 فيليبي 2 الايه 16 متمسكين بكلمه الحياه لافتخاري في يوم المسيح باني لم اسمع باطلا ولا تعبت آه لم اسعى عفوا لم اسعى باطلا ولا تعبت باطلا وفي مزمور 19 ايه 7 ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقه تصير الجاهل حكيما وبولس الرسول بيسمي كراسته خدمه الروح فهنا الروح القدس هو اللي بيدي تاثير او مصداقيه للكلمه لكن كمان حتى الخدمه الكرازه بولس الرسول سماها خدمه الروح ففي كورنثوس الثانيه اصحاح 3 الايه 8 بيتكلم بيسأل تسائل كيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد فالروح القدس القائم في حقيق في حقيقته التي يعلنها في كتب مقدسة يكشف عن قوة قوته فقط حين الكلمة نأخذ الكلمة بالوقار والكرامة اللائقين الكلمة لها قوتها بشهادة الروح القدس عشان كده نلاقي ان احنا لا يستطيع انسان ان يقول المسيح هو الرب إلا بالروح القدس فالعقائد حتى الصعبة اللي بيأكدها لينا نصدقها بعمل الروح القدس ده كورنثوس الأولى 12 الآية 3 الحقيقة أنه واضح جدا أنه في رباط مشترك قد جمع الرب به يقينية الكلمة وروحه بحيث تستقر ديانة الكلمة الحقة الكلام اللي هو موجود في كتاب في أذهاننا في أذهاننا عندما يضيء الروح الذي يجعلنا نتامل وجه الرب. الحقيقه لم تات يعني لم يات الله البشر كلمته لاجل عرض وقتي في وقته لكن عشان تبطل فيما بعد عند مجيء روحه لكن بالعكس الله عطى الكلمه عبر الزمن في العهد القديم وفي العهد الجديد ثم عندما اعطى الرب الروح القدس في يوم الخمسين طبعا ما كانش عشان ابطال الكلمه لكن عشان يعطي قوه في الشهاده فحتى في البدايه في بدايه خدمه التلاميذ بعد الملء بالروح القدس بيقول لهم ومتى في اعمال واحد تمانية ومتى حل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا في اورشليم واليهوديه واقصى والسامره واقصى الارض. الحقيقه انه ديف في اعمال واحد تمانية اعمال اثنين بيبتدي آه انه يجي الروح بمنتهى القوه فالله ارسل الروح ذاته الذي بقوته اطلق الكلمه كي ما يتمم عمله من خلال التثبيت الناجح للكلمه فواضح جدا انه بطرس الرسول في اعمال اثنين العظه اللي جابت نتيجه 3000 3000 نفس كانت بعمل الروح القدس بعد ما امتلأوا من الروح القدس الرب استخدمهم بهذه القوه العظيمه. الحقيقه كنا نتكلم عن الروح القدس ان هو الاساسي في الحفظ فكيف ندرك حكمه الله الفرق بين حكمتنا وحكمه الله. الحقيقه الله يفتح ذهننا لنفرق بين حكمتنا والحكمه الالهيه. حكمتنا ممكن تكون محدوده لا تقنعنا بالروحيات لكن الحكمة الإلهية تقنعنا بالروحيات الحقيقة نأخذ مثل أنه يعني ما بين العهد القديم وبيبدا العهد الجديد المسيح بعد موته وقيامته لما ظهر لتلميذي عمواس في لوقا 24 لوقا 24 الايه 27 ولو قفزنا الى 45 نلاقي في لوقا 24 الشهادة بتاعة المسيح بيكلمهم فابتدأ المسيح ثم ابتدأ من موسى اللي هو الأصفار الخمسة ومن جميع الأنبياء يبقى بقية العهد القديم يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب يعني يا المزايا عمواس اللي انتم ذاكرين العهد القديم المسيح اختفى مات وقام لكن هو حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب اه ده هو ده اللي مكتوب عنه ففتح المسيح اذهان اثنين من تلاميذه لا ليطرحا الكتب المقدسه فيصبحا حكيمين من نفسيهما من اعطاهم حكمه لا ده عشان يفهموا الكتب المقدسه لكي يعرفوا أو يعني إذا كانوا هما الاثنين لكي يعرفها الكتب المقدسة الحقيقة لما ننتقل بعد كده لبولس الرسول مع أهل تسالونيكي في تسالونيكي الأولى خمسة 19 وعشرين تسالونيكي الأولى أصحاح خمسة الآية 19 عشر بيقول لهم لا تطفئوا الروح الآية 20 بيقول لهم لا تحتقروا النبوات هنا بيؤكد انه بدون شك لأن نور الروح يخمد حينما يصدر بالنبوات وبالتاكيد يخطئ من يتصور ان لديه استناره دون الكلمه آه لما يجي حد يقول لك كلام انه من عند ربنا بس بعيد عن الكلمه يبقى واضح جدا انه آه ما فيش استناره غير من خلال الكلمه المقدسه. يشعر اولاد الله انهم بدون روح الله مجردون من نور الحق. فلازم ناخذ بالنا نحن غير غافلين عن كون الكلمه هي الاداه التي يطلق بها الرب استناره روحه للمؤمنين. ليه؟ لانهم لا يعرفون روحا اخر غير الذي سكن وتكلم في الرسل وباعلاناته يستدعون يعني للاستماع للاستماع للكلمه وتنفيذها او ان هم يمشوا عليها. الحقيقه لو انتقلنا كمان لحاجه مهمه جدا عن ان الروح القدس يعني فكره جديده ارجو ناخد بالنا منها انها نقله في حاجه يمكن كان كان مهم ان يبقى في خرافات أو بدع والحقيقة الخرافات والبدع موجودة فوق كل وقت. فالروح القدس يصوب كل خرافة. لكي تصوب كل خرافة الكتب المقدسة الكتاب المقدس الحق هو يصوب أي خرافة. الكتب المقدسة مقصود يعني الكتاب المقدس ككله الكتب ال 66 سفر. الكتب المقدسة الله الحق وحده فوق جميع الهه الوثنيين في الهه الحقيقه حتى في الهه ممكن او عبادات بتسمي انها بتعبد الله لكن الحقيقه هي بتعبد اله وثني الحقيقه التعليم الكتابي الواضح والدقيق بخصوص الله انه هو الخالق الحقيقي وسبق ان احنا اوضحنا ان معرفه الله عدا انها مبنيه بوضوح كلي في نظام الكون وفي جميع المخلوقات فانها معلنه بحميميه وحيويه اكثر في كلمته فهي معلنه في الكون انه الله موجود وانك تثق بوجود الله وعظمه صنع الله لكن الكلمه المقدسه بتنقلك الى الاعلان بدل ما هو الاعلان العام اللي ممكن يؤكد لك ان الله موجود وان الله الخالق الى الاعلان الخاص اللي موجود في الكتاب المقدس. فالله ينقلنا يقدم لنا في الكتب المقدسه الاعلان الخاص. الحياة تناولنا قبل كده ان الله يبين ذاته في اعماله على وجه العموم ولكن مش بس كده لكن الله كمان في الكلمه المقدسه يبين اعلانه الخلاصي لنكون في علاقه حقيقيه معه. خلينا بعد فاصل نكمل مع بعض الكلام عن عمل الروح القدس مش بس من خلال الكلمه المقدسه لكن كمان من خلال الغاء الخرافات والامور اللي هي يعني روعنا للكتاب المقدس يخلينا نعرف ايه الهرطقات ايه الفكر اللي ممكن يكون شكله عباده لله لكنه ليس بعباده الله الحقيقي الروح القدس هو الوحيد الذي يرشدنا لذلك خلينا نكمل بعد فاصل قصير شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 7147094300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني at tv.com كما يمكنك زياره موقعنا الالكتروني على www.alkarmatv.com او راسلنا على بي او بوكس 3610 سيل بيتش، كاليفورنيا 90740. كنت أتكلم في الجزء السابق عن تعليم الكتابي بخصوص الله الخالق وبعدين أتكلم على أهم الصفات لله الخالق. فسبق أوضحنا قبل كده في معرفة الله عدا انها مبنيه عن معرفه الله مبنيه بوضوح كلي في نظام الكون وفي جميع المخلوقات فانها معلنه بحميميه وحاويه اكثر في كلماته فالاعلان العام ممكن يكون في الكون في المخلوقات لكن هذا الاعلان هو غير الاعلان الخلاصي اللي موجود في الكلمه المكتوبه الكتاب المقدس فهي معلنه بحميميه وحيويه اكثر يعني صفات الله او الله معلن لكن اكثر في كلماته لكن ايضا الله يقدم لنا ذاته في الكتاب الم... في الكتب المقدسه كتب مقدسه نقصد بها الاسفار يعني الكتاب المقدس عموما 66 سفر الحقيقه تناولت قبل كده ان الله يبين ذاته في اعماله ونقدر نعرف عن الله من خلال اعماله ومن ضمن الاعمال او النقله من الماديات الى النقله الروحيه انه كان العهد مع ابراهيم كان بالختان لكن في العهد الجديد بيكلمنا عن ختان القلب فاولاد ابراهيم اللي هم اليهود كانوا بيفتخروا في يوحنا 8 انهم اولاد ابراهيم ولان هم من نسل ابراهيم وعندهم الختان وبالتالي هم مميزين عن الأمم أو مفصلين عن الأمم لكن المسيح بين لهم إنه ببساطة أنتم ولاد حسب الجسد لكن كل الذين قبلوا الله قبلوا عمل الله في المسيح أصبحوا أولاد الله روحيا مش الولادة الجسدية فبقيوا أصبحوا بدل ما كانت في حاجة مادية الختان الجسدي الكتاب يسميها الختان بالروح وقلنا بعد كده أولاد بالتبني الذين كانوا أعداء أظهر الله ذاته أنه فاديهم فقبلنا عمل المسيح الوسيط الوحيد بين الله والناس وظل وسيطنا الوحيد يعني كان ومازال هو الوسيط الوحيد بين الله والناس الحقيقة أن احنا لما نبتدي نبص على صفات الله صلاحه الابوي اهتمامه بينا يعني احنا مش هنبقى بس نبتدي ان احنا نقرب من الله ويبقى في علاقه حقيقيه معاه لكن كمان هنستمتع بصفات الله لينا فيمكن في حلقات سابقه خدت عموما صفات الله بالتفصيل لكن خليني اركز على الصفات المعروفة في مخلقاته احنا تناولت عموما صفات الله عموما واخدت فيها يمكن ثلاث حلقات عند الحلقات 172 لغاية 176 لكن خليني أرجع للصورة التي رسمها الله عن نفسه الصورة الأولية اللي رسمها الله عن نفسه في سفر الخروج للشعب من زمان لان احنا مرات يعني ارجو ان احنا طبعا في دراستنا لما ندرس كمان العهد القديم نلاقي في حاجات ما زالت يعني ممكن الله يكلمك وانت دلوقتي يكلمك في العهد القديم ففي امور لابد ان نرجع لها لانها ما زالت مفيده كانت وما زالت مفيده في سفر الخروج 34 يمكن في صفات الله بيوضحها من البدايه من سفر الخروج من اول ما ابتدى الله يعرف شعبه بنفسه ولما موسى قال له اقول لهم قال له اهي الذي اهي فإلهيم من البدايه عرفه كمان عن نفسه ففي سفر الخروج عرفه عن اسمه لكن في خروج 34 نلاقي انه اجتاز الرب قدام موسى ونادى الرب قائلا الرب قال الرب إله الرحيم ورؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطية ولكنه لن يبرئ إبراء مفتقد أو مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع سفر الخروج 34 6 و7 وبعدين نلاقي انه هنلاقي نلاحظ انه هنا ازليه الله ووجوده الذاتي معلنان منذ الاسم العجيب اسمه انه اهيا الذي أهياه نلاقي انه صفات الله تظهر لنا كما هو في ذاته بل كما هو لنا مش بس كما ليس هو بس مجرد انه هو في ذاته ايه لكن كمان لينا احنا ايه فاحنا هو لينا اب روحي لكي يقوم تمييزنا له في اختبار حي أكثر مما في تصورات باطلة أو مبالغ فيها فإحنا أصبحنا أولاد نبتدي نشعر أو نتأكد مش مسألة مشاعر أن هو الآب السماوي وكل الذين قابلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أولاد لمين؟ أولاد روحيا لله فهو الأب آه اه المحب الرؤوف لكن اول لو لم تقبل خلاص لكن عندما تقبل تبتدي تستمتع بهذا بهذه العلاقه مع الله لما بنسمع تعداد لصفات الله اللي اشرنا عليها قبل كده الحياه تسطع في السماء والارض انه رافه الله انه رافه صلاح رحمه عدل قضاء قوه القدره انا الحقيقه مش يعني يعني مش هتناول ده بالتفصيل لانه في حلقات من يمكن 172 لغايه 176 او كمان 177 خدت صفات الله بالتفصيل وخدنا كمان ان احنا لما بنتكلم عن اعمال الله بنعبر عنها ازاي لكن خلينا نركز على اهم الصفات اللي ابتدت تعلم من العهد القديم واللي قادت الله الى تنفيذ الصليب فالله رؤوف فهو رؤوف صالح رحيم عادل عنده قضاء عنده حق لكن كل ده متضمن في الاسم الوهيم وفي مزمور اللي هو اعلنه من الاول في سفر الخروج لما اعلنه لشعب الله لما موسى بيساله لكن كمان في مزمور 145 نلاقي انه الله مزمور 145 الايه 5 بيقول بجلال مجد حمدك وامور عجائبك ألهج الحقيقه ان ملخص صفات الله بدقه آه بدون ان احنا نحذف شيء منها نلاقي آه ملخص في المزمور ده او يعني في تلخيص جامد في الايه دي فانه آه الحقيقه هو ده اللي ممكن كمان يكون لينا فخر ان احنا نكون آه العلاقه بيه في ارميه تسعه الايه 24 بيتكلم بانه الله يفهم ويعرفني اني انا الرب الشعب يعني يفهم اللي يفهم ويعرفني انا الرب الصانع رحمه وقضاء وعدلا في الارض لاني بهذا اسر يقول الرب خلينا غير ان احنا خدنا الصفات كلها لكن ناخد نركز على اهم هذه الصفات الواضحه جدا في الصليب، الحقيقه انه انه مكتوب من يفتخر فليفتخر بالرب ونفتخر بعلاقتنا به فانه يفهم ويعرفني ان انا الرب الصانع رحمه وقضاء وعدلا في الارض، ده في كورنثوس الاولى اصحاح الاول أه آيه 31 بيتكلم انه يفتخر اللي يفتخر يفتخر بأنه يفهم ويعرفني يعرف الرب لابد من التركيز على صفات أساسية جدا يعني مش مسألة مراجعة لا تركيز على صفات مهمة جدا نكون عارفينها عشان حتى وإحنا بنوصل معلومة عن الله وإحنا بنكوميونيكيت ذا جوسبل وإحنا بنبشر وإحنا بنوصل المسيح وإحنا بنعرف عن الله في صفات لابد ناخد بالنا منها انها مبدئيه جدا بدأ يعني لابد منها وانت بتتكلم مع الشخص اللي لسه بعيد عن الله وما يعرفش الله فهو ممكن ما يكونش مصدق ان الله بيحبه ان الله رحيم لكن حتى لو صدق انه رحمن رحيم فقط دي مشكله كبيره لازم ياخد باله انه هو كمان شديد العقاب على الظلم وعلى الخطأ عشان كده من الصفات اللي لازم ناخد بالنا واحنا بنركز فيها ان احنا واحنا بنوصل رسالتنا مش بس ان الله رحمن رحيم لكنه عادل، لو كان رحمن رحيم هيسامحنا على الخطيه بدون حساب يبقى اله متهاون مع الشر، لكن الحقيقه انه قضاء الله يمارس يوميا على فاعلي الاثم فاعلي الشر بل بشده اكثر قد أعد لهم حتى حتى انهيارهم الأبدي، لكن الحقيقة إن ده قضاء الله اللي ممكن أحيانا يحاسب فاعلي الاسم هنا، لكن الحساب الكامل هناك، فقضاء الله عدل الله هام جدا لأنه لو كان الله مجرد رحمن رحيم يا رحمن يا رحيم يبقى في مشكلة كبيرة انه لو رحمنا فقط دون عدالة الحقيقة في مشكلة كبيرة ودي كانت مشكلة آه أيوب لأنه بيقول من زمان من العهد القديم بيقول هل من مصالح يصالحني مع الله فكان لابد من أن يكون في مصالحة بيننا وبين الله مصالحة بين خطيتنا وبين عدالة ورحمة الله فالحقيقة أنه مزمور 85 الآية 10 كان فيه نبوة هايلة عن التقاء العدل بالرحمة البر وسلام تلاثماء فهنا العدل والرحمة التقيا التقيا في إيه دي كانت, كانت نبوة عن الصليب كمان ففكرة عدل الله به يصان المؤمنون ويعني ويكون لنا عناية فائقة من عند الله فعندما نفهم هذه تشهد إن, أن النبوة لك ولي سببا وافرا لنفتخر بالله فالله رحيم عادل قضاء الله أن الله يقضي أن الله آه في الصليب العدل كان يقضي بأننا قطاع لا نستحق غير الموت لكن في الصليب تحققت رحمه الله والتقت مع العدل، فالعداله الالهيه التقت في الصليب ان المسيح اخذ مكاننا. الحقيقه انه لازم ناخد بالنا من ان احنا وانت بتوصل لشخص لا يؤمن غير ان الله رحمن رحيم وبس يعني رحمن رحيم ممكن كمان تجره الى فكره ان ربنا ممكن في الاخره كده يسامحنا وخلاص وفي ناس حتى مسيحيين بالاسم فكرهم انه مش معقول ربنا يودي الناس النار ربنا هيسامحنا كلنا في الاخر الحقيقه الفكره دي عارفين مصدرها ايه مش الله مش كتاب مقدس دي مصدرها الشيطان من اول ادم وحواء يعني وسوس ليهم حط في مخهم ان انتوا لما هتاكلوا هتبقوا يا سلام اختبار عظمه لكن اختبار كبرياء فوقعوا في الشر فالحقيقه فكره ان احنا نفتكر ان الله كده ممكن يسيب الدنيا كده لا لازم نكون في اه وانت بتوضح الرساله لازم توضح المحبه لكن توضح ان هذه المحبه كلفت الله الصليب ف لابد ان احنا نوصل المعرفه مظبوطه المعرفه عن الله فلو وصلت ان الله شديد العقاب مشكلة لكن لابد أن تبدأ بالمحبة والحقيقة أن محبة الله فيها الرحمة وفيها العدل لأن الله محبة محبة الله محبة الله لا تجعله ينفذ رحمة بدون عدل الصليب هو اللي عمل هذا العمل الصليب هو اللي وفى هذا الاحتياج فإذا كنا أخذنا صفات الله بالتفصيل لكن عند توصيل الرسالة نحتاج أن نركز أولاً على محبة الله لكن محبة الله مش مجرد إنه رحمن رحيم محبة الله في الصليب أظهرت أنه أن المسيح نفسه أخذ دينوناتنا فالتقت العدالة الإلهية بالرحمة في الصليب فإحنا نلنا الرحمة بناء على عمل الصليب، ليس مجرد انه الله رحمن رحيم فلما يحب انه يرحمنا يرحمنا وخلاص لا، كان لابد من دفع الثمن فارجو ان تكون كرازتنا متزنه وخصوصا لمن يؤمن ان الله رحمن رحيم او يؤمن ان ربنا يسامحنا كلنا في الاخر لازم تصلي وتطلب تبكيت الروح القدس فيبكته على انه يصنع الخطيه ولا يصنع البر وبالتالي انه في دينونه في اليوم الاخير والرب معكم نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله